بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على احلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدي برنامج بكره احلى، برنامج مصر بكره احلى من على قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا بكم. احب النهارده اقول صباح الخير لحبايبي كلهم اللي بره مصر واللي جوه مصر، اللي بعتولي النهارده وعلقولي من اول ما عملنا البرنامج، هم بيحيوا البرنامج وبيقولوا مبسوطين جدا من البرنامج بتاعنا، ان هو بيقول فكر هادف، بيطلع مواهب كويسه. اقول لهم صباح الخير وشكرا على التعليقات الجميله اللي بيقولوها لنا. النهارده الحلقه بتاعت النهارده حلقه مميزه جدا جدا جدا، معايا فيها مواهب، مواهب قران، موهبه القران معايا فيها، موهبه شعر ظهرت معايا قبل كده وجبناها تاني النهارده بناء على طلبكم مننا. يعني معايا النهارده، يعني انا عاوزه اقدمها بالشكل هي تستحقه. الشعر ده شيء جميل جدا جدا جدا. يعني اقول النهارده معايا، الاول النهارده هنبدا الحلقه النهارده معايا، بيشرفني وبينورني احلى كلام في الدنيا، كلام القران، كلام رب العزه، الشيخ احمد سمير النكرودي. ومعايا كمان يشرفني في الحلقه استاذ موهبه، شاعر متميز جدا جدا بالكلمه، شاعر موهوب بجد، ابن المنصورة، ابن بلدي. معايا أستاذ محمد سعد. معايا بقى الموهبة اللي حضراتكم كلكم طلبتوها مني، من بره مصر سألتوني عليها ومن جوه مصر برضو طلبتوها ان تسمعوها مرة تانية. معايا موهبة، موهوبة بمعنى الكلمة، حاجة جميلة جدا. حضر معانا حلقات قبل كده واتصالات معانا قبل كده، حد جميل في الكلمة والأداء. معايا النهاردة أستاذ حمادة عصفور. منوريني يا جماعه، اهلا وسهلا بكم في حلقه النهارده، حلقه مميزه جدا جدا بكم. خير ما نبدا به اليوم هو القران الكريم. اتفضل يا شيخ احمد، نسمع من حضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا التي كنتم توعدون. نحن ولكم فيها ما تدعون.
فضلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا شيخنا، ما شاء الله، صوت جميل جدا، صوت موهوب، حاجة يعني خير ما بدأنا به، حاجة جميلة، حاجة غذاء للروح. الله يكرمك. يعني بجد كده احنا كنا سعداء جدا جدا النهاردة، انت كنت منورنا في الحلقة. الله يبارك فيك. فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مره تانية مع الفن، مع الشعر، مع الابداع، مع لغه العرب، مع احلى كلام، احلى
احلى شعر النهارده هنسمعه، ونبدا النهارده مع استاذ حماده نسمع منه حاجه النهارده اللي بتحفنا بيها. يعني استاذ حماده بتاع القنابل الموقوته. ربنا يخليك. ان شاء الله يعني انا هقول قصيده. امسك المايك بعد اذنك. ان شاء الله انا اقول قصيده اشتغل شغال يعني عن بلدي. تمام. عن قريتي. يعني عن وطني المصغر. احنا تعودنا منك ان اول ما بنبدا معاك بتسمعنا حاجه عن الوطن، عن البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. امتى هرجع لك يا بلدي؟ امتى هرجع يا دقمارة؟ اشوف ابويا الطيب واحضن امي الاميرة، وحشوني جيراني واخواتي وكمان ستي وعماتي، ومشتاق لرؤية اهلي وسيدي واخوالي. عشت فيك طفولتي وتهنيت فيك بشبابي، ليه انا سبتك معرفش يا عز احبابي. انا جاي دقميرة قريب، انا جاي دقميرة قريب عشان اشوف اصحابي، جاي ومشتاق للرجوع، والعين مليانة دموع، دي دموع من الفرحة، وللفرحة هجيت شموع ميلاد جديد يا دجميرة برؤياكي. وحشتني والله شمسك وقمرك وسماكي، هقول ايه الا انك عمرانة يا وطني، ليا في ارضك بيت وكل بيوتك سكني، ليا في ناسك اهل وكل ناسك اهلي، عمرانة بولادك دايما والحال جميل ماشي، وفرحانة باحمد عبده وصالح شفيق وإيهاب منصور وكرم الغباشي، زينوك وخلوك حلوة وانت اساسا جميلة، وعمر وعبد الرؤوف قلبك، ويوسف وعبد السلام عيونك يم العيون كحيلة. يوم ما قالوا مسابقة لقناكي في المقدمة سابقة، وهتبي يا دقميرة بولادك وبدار القرآن سابقة، لا بتحرمي مسكين ولا ترجعي غلبان، ولجنة زكاتك دايما ما بتصدش العشمان، انت يا دقميرة وطني وانا فخور بيكي يا اعظم الاوطان. شكرا. جميلة جدا، تعودنا منك انك دايما بتتحفنا بالشعر الجميل، وبتبدأ معانا دايما بحاجات للوطن، حاجات دايما بتحسسنا ان احنا يعني بص الكلمة البسيطة، الكلمة الحلوة بس كلمة معبرة. انت هنا ذكرت ناس، يعني ناس كان لازم ينذكر، ناس كويسين حقيقي. بصراحة ناس غاليين علينا كلنا. احب اسمع حاجة بقى من شاعرنا ابن بلدنا حبيبنا اللي هو الموهوب معانا استاذ محمد سعد ابن المنصورة. المنصورة طبعا يعني من البلاد المعروفة، المنصورة من البلاد المعروفة بالجمال في كل حاجة، في اخلاقها في تفكيرها كلها جميلة. فالنهاردة لما النهاردة معايا حد من المنصورة من بلدي، يعني اكون طبعا من اسعد الناس، فهسعد النهاردة بسماع حاجات جميلة طبعا بإذن الله. هنتكلم على حاجة، الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني طبعا كلمة تعبر عن كل حاجة بالنسبة لكلمة الجنة تحت أقدام الأمهات.
الله عليك يا استاذ محمد، يعني هتبدأ لنا النهارده بالجنه تحت اقدام الامهات. طبعا اهم حاجه. طب الحمد لله، الحمد لله. يبقى معايا النهارده استاذ حماده بدا النهارده بحاجه للوطن، استاذ محمد سعد النهارده هيبدا لي بحاجه عن الام، حاجه عن الستات بقى، عشان تعرفوا ان احنا اصحاب جميل عليكم. ان شاء الله. اول كلمه نطقها قلبي ولساني هي كلمه امي. لو فارقت أخي أو صديق الحزن في قلبي سنين، لكن مع الأيام الفرحة بترجع تاني. لكن فراق الأم لو راح ما بيرجعش تاني. حضنك يا أمي بينسيني كل ألامي وأحزاني. لو اجتمعت الدنيا والآخرة على شيء أتمناه إنه يرجع في الدنيا من تاني، لكنت تمنيتك يا أمي ترجعي في الدنيا من تاني. لكن ده قضاء ربنا لازم نرضى بقضاء، ده قضاء ربنا لازم نرضى بقضاء، ده قضاء ربنا لازم نرضى بقضاء. من بعد وفاتك يا أمي مش باقي لي إلا أحزاني. كفاية عليا رضاك عليا وحضنك ليا قبل ما تموتي يا أمي. يعني حاجات جميلة جدا، بس انت متأثر بالقصيدة جدا جدا. طبعا كلنا متأثرين بيها علشان الأم ما بتتعوضش فعلا. هي قصيدة جميلة ومعبرة ومن حقك ان انت تتأثر بيها. الأم هي الحنان، هي العطاء، اتعودنا منها ان هي كل حاجة حلوة هي اللي بتوديها لنا. فيها كتير يعني عندي بإذن الله، يعني حاجات عاطفية بقى وحاجات تانية يعني بإذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا سعداء جدا جدا بسماع القصيده دي منك النهارده. ارجع بقى لشاعرنا اللي معانا وللناس، يعني ما شاء الله بجد حضر معايا حلقه واحده، الناس كلها يعني جانت اتصالات كتير جدا 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 من السعوديه، من الاردن، من عمان، في ناس من الكويت برضو اتصلت عليا، ده بتسال عليه. احنا حابين النهارده نعملها مفاجاه من غير تنويه، إن معايا النهاردة حمادة عصفور بدأ معايا بقصيدة عن الوطن. النهاردة عاوزة أسمع حاجة زي اللي احنا كنا قلناها قبل كده، اللي انت نوحت إن انت عاوز الفنان مين اللي عاوز مين يغنيها. أستاذ سيد جسمي كان معاك أغنية عاوز مين يغنيها. ما هو انا في اتنين، انا طلبت الاستاذ حسين الجسمي، طلبت المستشار تركي الشيخ بواحده يغنيها الاستاذ حسين الجسمي. انا عاوزه حاجه بقى زي القنبله الموقوته، انا عاوزه اشوف القنابل. المره اللي فاتت احنا كنا خايفين من القنابل بتاعتك، انما النهارده احنا عندنا اتساع وعاوزين نسمع القنابل بقى، الحاجات الجميله اللي عند استاذ حماده عصفور. انا هقول قصيده بسيطه كده. اتفضل. يعني مضمونها يعني. تمام، اتفضل. واحد صعيدي. امسك المايك. حاضر. ركب ظهرك شويه كده. ايوه. مضمونها ان واحد صعيدي جيت لخطيبته. انا اخترت وبعدين نفصصها. انا اخترتها بالذات اليومين دول عشان الحوادث اللي بتحصل. لا، ما هو الحوادث كتيره، احنا مش عاوزين حوادث. احنا عاوزين، احنا برنامجنا اسمه مصر بكره احلى، يعني في تفاؤل، يعني في امل، يعني ملناش بالحوادث، احنا بنخفف ونلطف. بنقول كلمه حلوه وشعر بقى. انا عايز ابعت رساله للستات. انت عايز تبعت رساله للستات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ست ام عدنان، الاستاذ عاوز يبعت لك رساله في البيت. ابو عدنان دلوقتي هيبعت رساله، فانت شوفي بقى هتعاملي ازاي. شكله خايف من حاجه دلوقتي. خايف من ايه يا استاذ احمد؟ احنا هنحميك. انا عمري ما خفت يا استاذ نجم. القصيده دي اسمها ورا القضبان. ورا القضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ورا القضبان انا واقف، ومن الاحكام ومن الاعدام
لنا جلجان ولا زعلان ولا خايف، وهحكي الحكاية بس ازاي احكيها؟ نزل مايك شوية. هحكي الحكاية بس ازاي احكيها وانا ولا داري ولا سامع ولا حاسس ولا شايف؟ بطل الحكاية جوز ايادي، بطل الحكاية جوز ايادي، مسكوا الزينة ولونوا بيها الشفايف، قالوا نخطب لك، قلت وماله؟ ما تشاورونيش، مدامها بنت حلال ومعايا ناوية تعيش، كتبنا الكتاب وعلينا الجواب، أما نسيبي أسلوبه ما طمنيش. ما هو الراجل الحر معروف، وده طريقته ما تعجبنيش، يا خسارة الفرع مش معدول، ما هو الجدر مش مسلول. أرن مرة ما تردش والتانية ألاقيها انتظار، وعلى ده الحال ما تعدش، ليلنا بقى ليلنا بقى زي النهار، لقيتها في جنينة مع واحد، قلت لها ما تنكسفيش. مشكلة العصر بصراحة. بقى على الغريب تنكشفي وعليا ما تنكشفيش. لا انت النهاردة مش بتقولش يعني، انت بتناقش مشكلة عصر ده موجود حاليا. بقى على الغريب تنكشفي وعليا ما تنكشفيش، يا شيخ عيب عليكي، لركبتك مبينة رجليكي، ولابسة كعب عالي علشان تمشي مكفية، تعالوا اتفرجوا يا ولاد، بنت الصعيدي عايزة تعمل بندرية، طبقت فيها بإيدي وانا اصلي راجل صعيدي، تقول لي افهمني، اقول ما هفهمكيش، اسمعني ما هسمعكيش. لحد ما جالي ظابط ومعاه تلات عساكر والبشاويش، تقولوا تعبان، تقولوا مجنون، تقولوا مخبول. انت ليه كتبت القصيدة دي؟ ايه اللي اوحى ليك ان انت تكتب القصيدة دي بجد؟ يعني القصيدة دي ما جات لكاش من فراغ كده، ليه القصيدة كتبتها؟ أنا ليه أسبابي اللي ما أقدرش أبوح بيها. تمام، حاجة نحترمها كلنا، بس بصراحة هي القصيدة جميلة جدا جدا، وأنت بتناقش فيها قصة وصلتني يا أستاذة من شخص. أيوة، يعني كانت مناقشة بينك وبين حد، فأنت ترجمتها بالكتابة. بالكتابة زي ما احنا عارفين وفاهمين إن كل العرب اللي عنده موهبة الكتابة النهاردة بيترجم، سلاحه هو الورقة والقلم، كل حاجة بيترجمها بالورقة والقلم. أكبر واخطر سلاح في العالم هو الورقه والقلم. بجد احنا سعداء بيها، لان دي بتناقش مشكله العصر، ده موجود حقيقي يعني. بجد انا سعيده بيها. ربنا يخليك. وبتلفت نظر الناس كلها ان تاخد بالها من بعضها طبعا، ان لازم الراجل يهتم بالست ودايما يتكلم معاها، والست نفس الوضع، نحسن العلاقات كلها ببعضها، علاقة الأخت بأخوها، الأب بأم، بص كل العلاقات بقى، مش حاجة معينة، مش الزوج بزوجته بس. فدي حاجة جميلة جدا اللي انت كتبته، بتناقش مشكلة سعيدة بيها بجد، مع ان هي مش مكانها خالص هنا النهاردة، بس سعيدة بيها. عشان احنا تعودنا منك على ان دايما بتكتب من القلب، دايما بتكتب اللي بتشوفه في الحياة. اسمع بقى قصيدة بقى من شاعرنا. سبحان الله. ماشي.
في قصيدة بتتكلم على يعني ايه اتنين مثلا حبوا بعض وتفرقوا بس الفرق يعني مش بايديهم. نسمعها ونتناقش. حبيبي عمري على عمرك ما يكفيني اعيش وياك، مش بايدي ولا بايدك اني اكون وياك، شوقي وفرحي كل لحظة وكل دقيقة يا حبيبي على طول وياك، يمكن في يوم من الأيام نتقابل ونرجع كل لحظة وكل دقيقة جميلة عشتها في العمر معاك، كل شيء ممكن أتحمله مع الأيام، أتحمل الأسى وأتحمل الآلام، إلا فراقك ليا لحظة أو دقيقة من الخيال، إزاي يا حبيبي تكون حقيقة، إزاي يا حبيبي تكون حقيقة مش خيال. بجد بجد على كلامك الجميل يا استاذ محمد بجد ابن المنصوره بقى، يعني الاحساس الرقيق الحاجات اللي يعني احساس بجد عالي، حاجه رقيقه. احنا تعودنا على اولاد المنصوره لما بييجوا عندنا بيكلمونا كلام رقيق، كلام محسوس، كلام بيخطف القلب. بجد بجد كلامك بسيط وحلو، منورني يا استاذ محمد النهارده يعني، واتمنى ان انت دايما دايما تكون معانا في الحلقات الجايه كلها. الله يخليك ان شاء الله. نرجع للاستاذ حماده، هيسمعنا ايه النهارده؟ عاوزين حاجه غزل بقى، بس مش مشكله، مش عاوزين مشاكل. يعني خلاص احنا انت قلت المشكله في قصيده، احنا عاوزين بقى حاجه غزل، حاجه كده ايه بسكوته كده بنبنات الحلقه. الغزل اللي عندي يا استاذه نجوى النهارده مش يعني انا مش عارف اتغزل في حد احسن من امي. عاوزين نسمع حاجه عن الام طبعا. احنا اتفقنا من الاول ان الام هي كل حاجه حلوه. انا عايز اقول ان الام هي الحنان، هي الوفا، هي الدفى، هي الوطن. الله يرحمها. الام هي كل حاجه لنا في الدنيا. الله يرحمها ويرحم امهات المسلمين جميعا. اللهم امين. الرابط اللي كان بيني وبين والدتي ما هوش موجود بين اي ام وابنها في العالم. كل الناس بتقول كده، كل الناس بتقول كده، بس الرابط اللي بيكون بين الاولاد والامهات رابط قوي جدا جدا جدا. مهما يحصل عمرها ما بتزعل مننا، مهما يحصل هي اللي دايما بتطقطق، هي اللي دايما بتنصح، هي اللي دايما بتاخد بالها مننا. الله يرحم الجميع. انا اقول الله يرحم امهات الناس كلها، ويبارك في الأمهات اللي عايشة يا رب العالمين، ويخللنا أمهاتنا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمك يما، الله يرحمك يما، من يوم فارقتينا وحياتنا ضلمة في ضلمة، من ساعة ما سبتينا والدنيا بقت ظلمة، من وقت ما غبت عنا لا خالة سألت ولا عم. الله يرحمك يما، وحشتيني يا أمي يا ست الحبايب، وعيد الأم من غيرك سما قمرها غايب، محدش هيملى مكانك طبعا لو كانوا كل الغرايب. محدش بياخد مكان. الله يرحمك يما، كنت مالية حياتي ومنورالي الكون، ودعوتك ليا تسوى 100 مليون. الله الله عليك. بقت حياتي غريبة وليها 2000 لون، وكل ما افتكرك يا غالية بكون شارد، لنا عارف انا عاجل ولا انا مجنون. الله يرحمك يما، الله يرحمك يما. سابت فراغ كبير طبعا، يرحم الجميع. يعني بجد نقول لها الله يرحمك ويرحم امهاتنا كلها اللي ماتوا، يعني بجد بجد بنبعت لهم الرحمه ونقول يا رب بارك لنا في امهاتنا اللي عايشه وادي لهم الصح. بس انا مبسوط ان انا شفتك النهارده والله. صحيح يعني. ربنا يخليك يا استاذ حماده، انت منورنا بجد بجد بجد. يعني حلقتك كان يعني لما حضرت معانا الحلقه اللي فاتت كانت جميله جدا، وكان
الناس كلها بتسال عليك بجد. جالنا اتصالات كتيره جدا بره مصر خدام الناس تسأل كلها والله على الشعر الجميل اللي انت بتقوله، وحبوا يسالهم ويستفسروا. الابداع الفن ده موجود؟ ده حقيقي ولا الراجل ده بيذاكر ولا هو بينقل كلامه خلاص ولا؟ قلت لهم يا جماعه تقولون اننا دروب صناعي يا عم، يا جماعه ده بني ادم رب العزه حط له موهبه جواه. اللهم لك الف حمد، بيترجم. اللهم لك الف حمد. كل اللي بشوفه بالورقه والقلم بيترجم احساسه بالورقه والقلم. يعني حد موهوب مش بيتكلم وخلاص، او بيدخل على كتاب يقرا ويجي ينقش لنا في الكتاب ونسمع وخلاص، لا بجد انت حد موهوب جدا جدا جدا. والناس لما سالت بجد يعني هم عندهم حق، حد موهوب. بس النهارده جاي لي بكل اللي معاه، يعني كان مره فاتت كان داخل متحمس كده وكان جايب لي قنابل وقول لي جاهزه للقنبله اللي جايه جاهزه. كان في حرب المره، كان في حروب مش حرب. النهارده ما فيش خالص. نرجع لاستاذ محمد سعد، هنشوف اكيد اكيد القنبله بتاعه الحلقه دي عند استاذ محمد سعد. ربنا يسهل باذن الله. نسمع من الاستاذ حماد ان الاستاذ محمد بقى النهارده حاجه كده يا ابن المنصوره. حاضر باذن الله. في اغنيه بتتكلم يعني بسيطه خالص، بس بتتكلم على ايه يعني ايه اتنين الفراق والحاجات دي يعني. برضو اول نسمه قابلها قلبي وانا طول عمري وانا مستني، بكون فرحان وسعيد وانا جنبك وانت جنبي، والدموع في عينيا بتسير وقلبي بيكون حزين وانت بعيد عني، بتمنى تكون جنبي وانا جنبك، والدموع في عينيا بتسير وقلبي بيكون حزين، قابلتك في العمر ثواني مش دقايق ولا ايام، محتاج لك يا حبيبي محتاج للشوق والحنان، مش عارف لما بقابلك ده حلم ولا حقيقة ولا خيال، بتمنى يا حبيبي تكون حقيقة، بتمنى يا حبيبي تكون حقيقة مش خيال. الله عليك، جميل جميل، جميلة جدا جدا جدا. انت اللي كاتب دي حضرتك صح؟ طبعا، بس هي حاجات صغيرة كده يعني. تمام، بس حاجات هي حاجات صغيرة بس جميلة ومعبرة. شكرا لحضرتك. كل اللي حضرتك بتقوله انت اللي بتكتبه؟ بإذن الله طبعا. بتدعم ده كل يعني حاجة بكتبها بحفظها على طول يعني، مش محتاجة قراية ولا كتاب ولا حاجات كده، بحفظها على طول. ما شاء الله يعني. عليك. لا انت موهوب يا استاذ محمد بصراحة. الله يخليك. كلماتك معبرة وبسيطة. الله يخليك. جميلة جميلة بصراحة يا استاذ محمد. شكرا يعني. الله يخليك. نقول لأستاذ حمادة اللي منورنا في حلقة النهاردة، عاوزة أسمع منه حاجة زي اللي كان كتبها، يعني مش عارفة أقول له زي إيه، بس كل أنا بدور له على قصيدة معينة عاوزة أسمعها منه، بس كاتب قصائد كتيرة جدا وحاجات جميلة جدا جدا. يعني لما باجي أقول أنا عاوزة أسمع دي أو أشوف القصيدة دي بجد بعجز عن الكلام، ما بقدرش إن أنا أكمل معاه، فبقوم اديها له وعاوزة هو يترجمها ازاي انا معرفش. عاوزة اسمع منه قصيدة برضه، هرجع تاني عاوزة اسمع قصيدة فيها تفاؤل فيها امل، لان انا البرنامج بتاعي اسمه مصر بكرة احلى، يعني عاوزين التفاؤل عاوزين الامل عاوزين الكلمة الحلوة عاوزين الاحساس العالي. عاوزة اسمع حاجة اللهم صل على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. ترجم يا شاعر. ترجم وابدعنا واتحفنا بقى. بص مش قنبله، الحاجات الجميله اللي احنا تعودنا عليك بيها، تعودنا من حماده عصفور ان حماده عصفور ده طاير دايما واخدنا في اماكن تانية كتيره جدا باحساسه العالي بالكلمه الحلوه. والله يا استاذ نجوى اللي انا كتبته النهارده انا كاتبه معانا استاذ ماجد من الاهليه اتصال. اقفل عاوزين نقفل بس. طب بس 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 خلاص خلاص. استاذ ماجد من الاهليه منورنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا فندم. استاذ ممكن لو سمحت يا استاذ ماجد حضرتك بس تقفل التلفزيون تسمعنا من المايك. استاذ ماجد. ايوه كفر الشيخ يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك واهل كفر الشيخ كلهم منوريننا.
يا اهلا بيك واهلا بحضرتك وبشاعرنا وشاعر بلدنا الجميل اللي احنا ربنا يخليك يا فندم منورنا ومنور الدنيا كلها يا عطور. ربنا يوفقك يا رب كده واحنا فخورين بيك ابن بلدنا الجميل. منورنا يا استاذ ماجد. كل اهل كل اهل كل اهلنا بتوع كفر الشيخ منورنا. اهلا وسهلا بيك. منور معانا يا باشا والله. شكرا لاتصال حضرتك الجميل. اتفضل يا استاذ حماده نسمع القصيده. ترجم الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في قصيده صغيره. ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين انا مين؟ احنا عارفين انت مين. ما تعرفوش ابن مين؟ ابن كفر الشيخ. انا المصري يا عالم. ابن مصر يا ناس. كل البشر تعرفني. شهدولي بالإخلاص. عمري ما كنت مجرم. ولا أبدا هكون إرهابي. كريم مع الأجنبي. وكل العرب أحبابي. وحضني مفتوح لكل غريب. ولي أسبابي. عشان أنا مصري. ابن مصر يا ناس. العالم يعرف جدودي من الحضارة والأهرام. وقالوا ده المصري محقق الأحلام. وكمان ماركتي معروفة وشهد لها صدام. عشان أنا مصري وابن مصر يا ناس. الله عليك يا مصري. الله عليك يا مصري. تفضل يا مصري. معروف أنا بشهامتي وبدم الخفيف وفي عز محنتي اقول كلام الظريف. وان حلفت العهد اوفي لان العهد شريف. جو مصر دايما خريف رطب حتى ولو كنا في الخريف. الله عليك. مش قلت عشان أنا مصري وابن مصر يا ناس. أنا غيرت النظام وكمان اخترت الرئيس. قالوا كلها أوهام ده حبة عيال سيس. كلامكم كله تهجيس في تهجيس. رئيسنا قائد همام واشتغل على التأسيس. مصرنا هتبقى تمام بالشيخ مع الجسيس. الله عليك. عشان انا مصري وابن مصر يا ناس. شكرا. الله عليك. معايا اتصال استاذ عادل. مع حضرتك الشاعر عادل عثمان الحجار. اهلا وسهلا. تحيه لحضرتك وتحيه للشاعر الجميل اللي موجود مع حضرتك. ربنا يخليك. انا بس عامل دخله كده مطلع قصيده من قصايدي. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك تنورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. كل ما اشوف السماء الاقى فوق مكتوب عليها اسم مصر. وانت شوف نبض الدنا كل نبض تلقى كل النبض يحلف باسم مصر. مصر فوق مصر شوق. الله. مصر 100 مليون حياه. مصر سلم ومصر حرب. مصر للكون النجاة. واتفق بالقرار ده عشان ما تطولش على حضرتك. الله ينور. لا بصراحه حاجه جميله جدا. يعني انا من مكاني بقول لحضرتك بدعيك ان انا برنامجي برنامج كل المواهب. الناس اللي عندها كلمه تنورني. احب اسمع حاجه من حضرتك استاذ محمد. باذن الله. حاضر. يبقى نشوف كده يعني بتتكلم على ايه. حاجه جديده لسه. اتفضل. ثانيه واحده كده معلش. مش عارف هم حاجه معايا ولا لا. يعني النهارده الاتصال ده جميل جدا جدا. كان اتصال حلو وكان في صميم الحلقه. 10 على 10 بجد. الاتصال كان في صميم الحلقه. فعلا. شعر وعنده موهبه جميله. ماشي. وكلمته جميله جدا. يا ريت ينورني ويشرفني في الحلقه الجايه. في قصيده بقى نقولها باذن الله تتكلم عن الايه؟ عن اتنين يعني مثلا على الفرق والحاجات برضه كان اتفضل. بس محمد
حبيبي كلمة بحبك مش كفاية عليك. لو من بداية الدنيا لحد النهاردة مش هتكفيني إني أقولها ليك. كفاية عليا شوقي وفرحي لما بكون جنبك، وانت جنبي كفاية عليا إني أقولك إني بحبك وانت جنبي وأنا جنبك يا حبيبي. الله شلام. جميلة جميلة جدا جدا. معايا اتصال النهارده مخصوص باستاذ حماده. تنورني ست الحبايب مفاجاه. اتفضلي يا استاذه ام عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوراني يا ست الكل. ربنا يخليكي. ازيك يا استاذه نجوى؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. حضرتك اللي عامله ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الشعر بتاعنا؟ الساسه كلها انت وحماده وكلكم بصراحه. ربنا يخليكي يا استاذه. ربنا يخليكي. استاذ حماده خايف النهارده من ايه؟ مش عارفه بيقول، يعني مش عارفه بصراحه. دايما ما قاليش الشعر قبل ما يكتبه او قبل ما يطلع بيه، علشان كده خايف يرجع البيت. اتفاجئتي بيه. بيقول لك في حوادث كتير. لا لا بس مش عندنا ما تخافيش. ايوه انا بقول لك، انا بصي حبيت اقول بس اعرفك عشان تستعدي. لا 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 ما تقلقيش، احنا ما عندناش الكلام ده خالص اصلا. يعني منوراني يا ست الكل، منوراني بجد بجد للدعم اللي كان ورا استاذ حماده، اللي منوراني دايما باتصالاتها، اللي منوراني دايما تقول لي يعني على شعر استاذ حماده وبتسمعه لي دايما. يعني ربنا يخليك يا رب. يعني انت نموذج مشرف، حاجه جميله، حاجه جميله جدا 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 لكل سيدات مصر. ربنا يخليكي. ده من الست البسيطه، الست العاقله، الست الجميله، الحافز في ظهر جوزها دايما. وراء كل رجل امرأة. دايما دايما متفقين على الكلام ده بصراحة يا جماعة. وراء كل رجل عظيم امرأة. مع انه انا حاسة ان هو بنكر النهاردة. مش عارفة. لا والله بس انتي تهاجيني في كلامك ده والله. ايه؟ اه انا يعني داخلة بهدي النفوس بس النهاردة. فانت خلي. كده فعلا صح. منوراني يا ست الكل، منوراني يا ام عدنان. اشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله اللطيفه دي. كمل يا استاذ عصفور. بعد الحافز اللي انت اخدته، بعد التشجيع اللي انت اخدته من ست ام عدنان، كمل كمل حاجه. احنا كنا بنقول ام عدنان اتلخبط وده ابو عدنان خلاص. بعد المداخله حماده عصفور الشهير بأبو عدنان اتلخبط وتاه بعد المداخلة من أهل بيته. معايا النهاردة مداخلة جميلة جدا جدا، يعني ما شاء الله. أستاذ إيهاب كفر الشيخ، أهلك بيحبوك جدا. ما شاء الله. ده حبيبي. اتفضل يا أستاذ إيهاب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. الله يخليك. عصفور ابن أختي هو ابني الكبير. أهلا وسهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. واحب اعرف حضرتك يعني لدوميرة ديت بلد الشعراء. طبعا. فهي بلد الشاعر الكبير، شاعر الغنائي حتيغ غباشي. حقيقي. صاحب برنامج محكمة الفن وعرايس وعرسان، وهو أول من قدم فوازير رمضان مع نيل. حقيقي. ده حقيقي. وعصفور شاعر للحدث والموقف. عنده القدرة. يعني بصراحة أستاذ عصفور متميز جدا جدا في شعره. اه يعني ومحبته للناس اللي بتتصل علينا كل حلقة أو بعد الحلقات ما شاء الله. يعني بصراحة أنا بنقول له يعني هو عنده المقدرة كده في قعدة بسيطة يخرج منها بقصيدة أو أغنية. ده حقيقي. يعني. ده حقيقي. ده فعلا. حقيقي. اه فهو عنده الحس الفني يعني. برافو عليك. برافو عليك. وهو منور القناة. مش منك يا ابو احمد. وكل الشكر للاستاذ لملوم العرومجي صديقي الشخصي. يعني الراجل ده انا بحبه في الله يعني. ما شاء الله عليك. شكرا جدا جدا لاتصال سيادتك لينا ولتشجيع حضرتك للموهوب الفنان حماده عصفور. شكرا جدا لاتصالك. اسمع من حضرتك حاجه يا استاذ حماده، يعني انت نجم. ربنا يخليك. مفيش كلام. الناس كلها بتحبك، عندك موهبه حب الناس. الموهبة دي غالية جدا جدا وكبيرة جدا بصراحة. يعني كل أهل كفر الشيخ اللي بيتصلوا بيك في الحلقات وبعد الحلقات دي حاجة حافز. ما شاء الله عليك، معاك حاجة قوية. اتفضل نسمع بقى يعني
هتحفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لحضرتك أغنية كلامك الحلو. تفضل. تفضل سمعني كلامك الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامك الحلو بيشغل كل القلوب، كلامك الحلو بيخلي الأحباب تدوب. الله عليك. كلامك الحلو أول طريقة للهروب. لما تنكشف وتبان قدام حبيبك اللي جرحته في الغرام وقلت له ده نصيبك، وهو على طول يبدأ بالكلام ويسامح لما بيشوف دموعك. دايما تظلمه ويقول لك أنا غلطان، دايما تجرحه ويقول لك أنا ندمان، وكل مرة تيجي عليه ويسامح ويمد إيديه، وده كله عشان أنت منه ما تزعلش، أنت عنه ما تبعدش. ما فكرتش في يوم ليه عمال بتجرح فيه وهو ما بيجرحش؟ لأنه باقي عليك، نفسه يفرح عينيك. خليك إنسان في مرة وروح له مادة إيديك. شكرا. الله عليك. جميلة جميلة جدا 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 بصراحة. يعني بصراحة كل حلقة بتنورني فيها وتشرفني، ما بقاش قادرة ان انا اتكلم معاك واقول نورتني شرفتني. لا بقى نفسي ان انا ارد عليك الكلام ده اترجمه بشعر زيك، بس للأسف انا ما عنديش موهبة الشعر. أعلمك. نورتني 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 جدا 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 في الحلقة دي. كانت حلقة جميلة جدا بوجودك معايا النهاردة، وكنت سعيدة جدا جدا جدا، وكان منورني في الحلقة النهاردة ابن بلدي، ابن المنصورة، ابن الجمال كله، والله ابن المنصورة. استاذ محمد سعدي كان منورني النهاردة، وبشكر الشيخ احمد سمير النكرودي اللي نورني في بداية الحلقة. صوت جميل جدا اللي فتحنا بيه الحلقة النهاردة كانت قراءة القرآن، كان منورني ونورني النهارده كمان. استاذ محمد سعد كانت الحلقه جميله جدا جدا بوجوده، واتمنى انه الحلقه دي تتكرر معانا تاني ان شاء الله، وتنوروني مره تانيه وتشرفوني. واقول لكم من النهارده مصر بكره احلى بيكم. شكرا شكرا. نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد القادم مع وجوه جديده، مع مواهب جديده، مع كل ما هو جديد، مع كل تفاؤل. في مصر بكرة أحلى. شكرا شكرا ليكم.